تعرف مش له تيت تجديد في شيء اسمه كبر نحاس انتو بالعربي ولا اجنبي اللي بدك اجنبي ولا اجنبي في شيء اسمه مايكروويف في شيء اسمه فايبر شو اي معلومه بدنا ننقلها بنستخدم هالميديا هدول بشكل عام طبعا مايكروويف يعني هو الوايرلس احد انواع هلا نفرض انت عندك بالبيت موديم اي دي اس صح تطلع انت وبتروح على مقسم قريب عليك المقسم النصر الثوره هذه مقاصد على العلاج تطلع انت كبار صح انت تروح على النحاس هون على المقسم مع المقسم الثاني او مع المقاسم الثاني بشكل عام بيكونوا مربوطين فايبر او مايكرويف هلا حتى هدول في شيء اسمه جيتوي بوابه بتروح للمقاسم الدوليه حتى في شيء اسمه بوابه ثانيه للنت بروفايدر سيرفر ما ايه للنت للشبكه كمان بتروح كابل ضوئي مثلا كابل بحري بغطوش مثلا بالله هذا كابل بحري بغطوش بروح لوين مثلا جوجل لاي سيرفر من السيرفرات الموجوده بالعالم وبالتالي بالنسبة لنا إذا ملخص هاي بتلاقي في شيء اسمه كور هذا هو اللي هو فايبر أو مايكروويف وفي شيء اسمه إيدج حافة اللي هو نحاس ليش؟ النحاس قد ما كان بأحسن الأوضاع ما بيحصل أثناء العالم هلأ أنت جمعته بيخضخهم بسرعة عالية يعني هذا مثلا بعد 512 والتاني 512 والتاني 512 هدف وصلوا لهون كلهم الوصل بين هون هون بدك سرعات نقل عالية شو بتستخدم بقى الفايبر هذا الفايبر لسرعة نقل عالية يعني إذا هذا بيعطي 512 كيلو بيت بالثانية هذا بيعطي وصل إلى 6.2 جيجا بيت بالثانية الفايبر تمام والمايكرويف كمان أحد الأنواع مثلا الفايبر اللي بنحكي عليه هذا عم نحكي أنا هلأ كفايبر شو استخدامه بحياتي العملية تمام يعني الفايبر أغلى من النحاس بشكل عام هلا ككبل لا بس كإدارات اغلى ليش انا الفايبر اول واخيرا كبل بس اخر شيء ما بدك تاخذ تدخل عليه معلومه طالب منه معلومه هذا هو ضوئي بدك تدخل معلومه في شيء معلومه الكترونيه تحولها لضوئيه موديوليشن غير موديوليشن بدك شيء اسمه مولتيبلكسرات يعني هذا اجى نحاس تمام بدك تحط موديل هون اسمه ADSL كارت ADSL بيجي الثاني E1 بتلاقوه اخر شيء شو بده يطلع من هون بيطلع معك فايبر وبالتالي هذا الغالي أيوة. هذا عباره عن كروت بيقول لك في بوابات اي دي اس ال شو معناته معناته هون مش متاكد او ماك تمام خلصنا من شيء اسمه كور وإدج حافه ونواه خلصنا هلا الفايبر تجربتنا رح تكون نوعين رح نبعت شيء اسمه ديجيتال وشيء اسمه نوع. ديجيتال هذا قسم وهذا قسم هذا الفايبر مشترك بيناتهم يعني تقريبا حكون كالتالي في شيء عندنا مولد جنريتور عم نحكي عن ديجيتال جنريتور للداتا رح يولد داتا تمام اللي هي تي تي ال هلا هالداتا هي رح نرمزها هلا بقول شو رح نرمزها رح ناخذها ترميز احد الترميزات هذول شانل كود هلا ترى هلا بشرح لك اياهم دقيق وبالنسبه لنا صفقة للراسل ما لها ناخذ القاعدة الزمنية تبع الانالوج رح ناخذ قاعدة زمنية خاصة فينا هي التريجر تبعنا نحطها هون تريجر صفى الساعة الكلوك بناخذها من وين مشان نزامن نظامنا ورح ننقل داتا بالتزامن اذا بعطي الصفر تتعطى بعطي صفر بعد راح تستقبله واحد وبالتالي التزامن نعمل اكسترنال داخل تمام؟ تمام هلا تي تي ال هو عبارة عن منطق اسمه ترانسفير مانتول اللي هو عبارة عن دار زائد خمسة وصفر الواحد يمثل بخمسة فولت والصفر يمثل بصفر فولت معي؟ يعني إذا عندنا صفر واحد واحد صفر واحد يصير شكل إشارة هيك طبعاً خلينا نحيي الزمني لكل بيت معي؟ شو نعمل؟ نعمل هيك هذا هو صفر ما هذا تيتي المعنى الصفر وخمسة فولت ما في شيء تحت المطار ما في شيء مطار سالب معي هذا تيتي بتشوف شكل الإشارة هذا ولا تيتي هلا
في ترميزات على اي الداتا بيورد الداتا صافي هلا واذا بعت على حساب نحطه بنرمزها شو بنرمزها مثلا من ريتيرن تو زيرو من ريتيرن تو زيرو عباره عن دارة او ترميز هاي المحور الصفر هاي محور الصفر المحور هذا هذا المطالب هذا الزمن كمان حي الزمني شو نعمل بعدها ببعتها كمان بعتها مثلا زائد 12 ترميز تبعنا مثلا او 5 ونخليه بعتها وين هاي الصفر هيك نفس الشكل تقريبا هذا الترميز ما فرق معنا بس شو اسمه نان ريتيرن تو زيرو ما رجعنا للصفر ما بعتنا قيمه زائد ناقص معي فتوا بالحيط وما لسه؟ اي لسه فتنا هلا يعني فتوا الصفر هون في صفر هون وفي صفر واحد هذا نفسه هذا نفس عم تقول ما رجع ايه هلا ريتيرن تو زيرو معناتها بنعمل هيك اذا هذا المحور اذا بنطلع معنا هيك مو جيب سالب ما بيمرق بالصفر هون ايه هون ما بيمرق بالصفر نون ريتيرن تو زيرو ما بيرجع للصفر هلا الترميز الثاني اسمه مانشستر مثلا الحيز الزمني ما نبعت عليه كله شو شايفها نبعت الصفر صفر بس هذا الواحد بنضل ماشيين شوي نطلع هيك وهذا الحيز الزمني ما بنبعته كامل هذا واحد هذا صفر بضل بيبعته هلا هذا واحد بدنا شو شوي نبعت. معي شو استفدت مختلف الطيف تبع هاي الطيف طيف طيف هاي غير اذا يعني حتى لو كان واحدين ورا بعض انا اجباري على الصفر بينهم لأن الواحد بالنسبة لنا بيشغل جزء من الحي الزمني تبعي معي؟ الترميز الثالث لا في 12 ترميز معي اللي بيدخل بيعمل على النت عوض ما تمام بيشتغلوا بشغلات بالنت فيسبوك وشلونك فلان وضمه صديق وبرفضه وما برفضه فإذا حدا بيحط منه بيحط شنل كودي أو لاين كودي مو شنل كودي لاين كودي بيلاقي شي 12 ترميز كل واحد بيختلف على التالي بشكل إشارة والتالي بيختلف الطيف يعني إذا فرضنا هاي هالنبضة هاي عرضها بالطيف يعني هيك بتصير في شكلها وقت نعمل الطيف الثانية بتجي هيك الثالثة بتجي هيك مثلا كله بيختلفوا بالطيف طبعا هذا فائدته على حسب قناة الاتصال من رمز عندنا قناة اتصال مثلا بالادي اس ال من رمز 2 باينري 1 كواتري كله ترميز خصوصي وبالتالي نحن الطيف كثير مهم نعرف شكل الطيف تبع الترميز مشان نبعته على خط الاتصال بنحاس باحسن الامور الطيف تبعه يضل ضيق يعني كانه مرشح له باس فلتر بس الفايبر باند اسمه برو باند مجال عريض بحسن نبعته عليه وبالتالي الترميز بيهمنا كثير شو قناه الاتصال تبعه معناته ولدنا الساعه اول شيء ولدنا تي تي ال رمز له بهذا بتفتح الترميز بتختار الترميز اللي حاطين لكم اياه بالتجربه مسكنا هل خرج جهاز تبع الساعة دخلنا له وين على ديجيتال ترانسميتر نكبر الإشارة ديجيتال معي كبر أخذناها من هو لين نبعتها للطرف الثاني شو بدنا نستخدم نعمل شورت من هون لو نصل هذا وصل له رجعناها له على المستقبل تبعنا استلمناها منه عيد آخر واحدة فهماني معي شايفة معي انتو تمام على الخط تمام طيب هلا بالنسبه لنا ولدنا رمزنا بعتنا كبرنا ديجيتال بعتنا على الخط الاتصال تمام هلا الهدف كله من التجربه نشوف انه في تشويه للاشاره للملا يعني اشاره الدخل تبعنا هي صح بدنا نستلمها هون طب شو التشويه في تشويه بشكل اشاره صار في تخمين مطعم هذا الحكي كله بكون تاخذه صح خلصنا من الديجيتال هلا الديجيتال الاجدى اللي حصل تبعنا كله فوق المحور شو نعتبره واحد الموجب كله فوق المحور يعني كله موجب فوق المحور الترميز تبعنا كله فوق المحور. هلا بالانالوج رح ناخذ الاشاره رح نكبها من هون بعدين نولد رح نعمل انترنال رح ناخذ اشاره مولد التردد تبعنا هاي رح ناخذ اشاره تمثيليه انالوج لمطال معين يمكن مزبوط بتردد معين مسكوب التجربه هلا كله نفس المبدا رح نكبر نبعث نستلم هلا بس في شغله واحده هذا الديود اللي عم يستخدم اسمه ديود ايميتنج ديود ديود بايس للضوء في نوعين في ليزر وفي ايميتنج هذا الديود للاسف هو ديود بالاصل هو ديود عادي وبالتالي وقت كنا عم نبعث صفر واحد بالداتا اللي كلها فوق المحور ما كان بده اي شيء ليش لانه
هو بالاصل بمرق الموجب بس السالب ما موجود عنا ليقطعه. هلا بالانالوج عندنا سالب شو بيعمل؟ بيقطعه. وبالتالي مشان ما يصير تشويه الاشاره بدنا نعمل له تعمل له تيار انحياز او نرفع العتبه تبعه. يعني هذا قديش بيقطع؟ عند 0.7 نرفعه كله بنعمل له لفوق نزيحه لفوق بحيث نمرق الاشاره كلها فوق تعتبر كانك فوق البحر ونمرق. وبالتالي كمان بالانالوج بس المشكله انه بدكم تشوفوا هذا شو له بارامترات بنحدد نقطه العمل تبعه تمام. ونفس الموضوع تقيس هلا نقطه العمل تبعه تحديدا عباره عن متى بدا يشوه الاشاره. بعد ما شوه الاشاره بدات بقى الامور بدنا نرفع نقطه العمل تبعه. بعد نرفع نقطه العمل تبعه بدنا نقيس الامبير تبعه قد ايش ساحب هذا الديود. امبير هو الديود شو هو؟ في اي بي و تي اي هي 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 مرحله الاستجابه تبعها. تذكرين هيك شغله مره معكم هي بعد الله يرضى عليكم مره معكم شو صار معك انت؟ ماشي انت شو صار معك وين رحت؟ شو فيني؟ هو بشد ابو غسان النقطة العمل تبعه وين عم يشتغل الديود بأنه نقطة؟ طبعا بالاصل هو على 0.7 نقطة العمل تبعه بشكل عام يفتح بس بدنا الامبير تبعه وبالتالي هدف الامبير تحدد بأنه نقطة. بدنا نقيس الامبير هذا مقياس الامبير. الامبير بنقاس على التسلسل بنفصل مولد التردد تبعنا مشان نشوف قديش نقطة العمل تبعه ولا نقطة العمل حددناها نقطة العمل من هون اصلا. ضلينا نلعب بين المقاومة لكن خلاص صار تشويه كأنك أمنت له تيار انحياز ثابت او جهة انحياز ثابت موجود تيار تمام معي بهي ايه بنطلع على راسي بنضل نحكي لحتى مشان ما اشوف تشويه الاشاره ناخذ مطار صغير اول شيء نبدا بقى نزيد ونزيد 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 طيب بلش التشويه بدا التشويه عاد التشويه من قيس التيار قيس على التسلسل على التفرق يعني من هون على التفرق على التسلسل على التسلسل من هون لهون نفصل بنحط الامبير بين هالنقطه وبين هالنقطه طيب اوكي بنقيسه من اولى نقطه العمل تبعه يعني قد ايش سعر الامبير مثلا 3 ملي امبير 200 ملي امبير بنشوف النقطه العمل هاي تجربة باختصار ديجيتال انالوج الميديا ترانسميشن اللي هي فايبر. بالنسبة للديجيتال مولد الداتا من هون ناخده الترميز ناخده من هون منا علاقة شيء كلها فوق المحور كلها باتجاه الموجة وبالتالي ما في اي انحياز. هون ناخد من هون اشارة على الانالوج بدنا نأمل تيار انحياز مشان يشتغل على نقطة عتبة عند عتبة معينة ما يشوه الإشارة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. خلص بلشوا التشويه.